بارك الله بكم ونفع بكم وجعل هذه القناة أسلوبا من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله. رزقك عند الله، سعادتك عند الله، صلاح عيالك عند الله، شفاءك من كل داء عند الله، ويوم القيامة لا ينفعك إلا الله، وإذا مريت على جهنم لا ينفعك إلا الله. ولذلك ارتبط بالله. أوصيك بوصيتي: لا تتهاون في أمر الصلاة مهما كان، مهما أخطيت، مهما أذنبت، مهما سويت، الصلاة لا تتهاون فيها. ليه؟ لأنها الحبل الذي يربطك بالله عز وجل. هذا الأولى. الثانية: لا تجعل ربنا ينساك، اجعله دائما يذكرك. كيف دائما يذكرك؟ هو اللي قال لنا الله عز وجل، قال: وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه. فلا ينقطع لسانه.